بعمل نواصل واصل. و... واصل. أنا نحب نتطرق إلى طريقة الإيقاف التحفظية الموجودة للمتهمين حاليا تصوروا أن الإنسان نجم يعدي سنة ونصف وراء القضبان ومن بعد نقولوا له سامحنا رك بريء كيفاش تكون نفسيته هالشخص هذايا ليقع إيقافه يع... على الأقل هو يعتقد نفسه أنه بريء وي في في مخيلته ان نجم يعدي سنه ونصف وراء القضبان ان نتكلم عن الناحيه هذه من ناحيه حقوقيه يعني ان الاوان لهذا المجلس ان يتطرق لبعض القوانين التشريعيه لبعض القوانين لتسير ولتحفظ كرامه الانسان ما هوش معقول نزيد نعودها انه انسان يتوقف سنه ونصف النقطه الثانيه اللي نحب لها هي طريقه الايقاف ما زالت في العديد من الاحيان هي الطريقه القديمه اللي اعبر عليها بطريقه الاختطاف لازمنا نتحذروا لازمنا نقدموا ادله العول اللي بيوقف الشخص المدان يقدم الادله يقدم حاجه رسميه باش ينجم يوقف السيد هذاك وماهوش يعمل عمليه اختطاف والغريب في الامر ان هناك من بعض المتهمين واللي اشرت لهم زميلتي قبلي ان نقدموا لهم يعني بكل لطف نقدموا لهم استدعاء وينجموا هذا المتهمين انهم بكل بساطه ما يتقدموش القضاء بعده تعلات واخر تعله هي شهاده طبيه النقطه الاخيره سي حبيب النقطه الاخيره سيد الرئيس هي ان الأول لهذا المجلس ان يتخذ قرار في قانون الارهاب هذا القانون الذي وضعه النظام السابق هذا القانون الذي وضعه النظام السابق ألغي هذا القانون يا سيدي متى ألغي؟ متى ألغي؟ متى ألغي؟, ألغي؟ أنا حسب علمي لم يلغى سيد الرئيس. إذا كان ألغي أسحب معلومات. كلمتي لكن هذا لا هذا لا القانون لا لا. لوضع النظام ألغي. السابق لضرب خصومه السياسيين ولتلميع صورته في الخارج. إذا كان هذا القانون ألغي فيا حبذا وأسحب كلمتي. مع شكر سيد الرئيس بارك الله فيك